غشاء البكارة، ما هو غشاء البكارة؟ غشاء البكارة هو غشاء جلدي رقيق يبلغ سمكه حوالي نصف مليمتر إلى مليمتر واحد، ويقع على عمق من سنتيمتر إلى سنتيمترين على فتحة المهبل، وهو كالحارس على مرماه. أشكال غشاء البكارة. لغشاء البكارة أكثر من شكل وهي على النحو التالي: الشكل الحلقي، وهو الشكل الهلالي، وهو على شكل هلال. ثم الشكل الغربلي، وهو كالمصفاة.